وصلنا محطة جديدة من محطات صباحنا غير، ورح نروح فيها لعالم الطفولة ونتناول موضوع كتير مهم عن العلاجات التخصصية لأطفال التوحد وتأخر النطق. الكثير من الأسئلة اللي بتهم الأمهات اللي عندهم أطفال بيعانوا من هاي المشكلة، أكيد رح نحكيها مع دعاء زهير عماد مديرة مركز أطفال توحد. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح الخير. شكرا لكم. صباح النور. اليوم هيك شوي حنطلع بأسئلة تعريف مرض التوحد وهدول القصص. اليوم رح نفوت بموضوع المراكز التخصصية اللي كتير صرنا نشوفها بالآونة الأخيرة منتشرة، وصار في عنا اختصاصيين كتير كمان دخلوا بهذا المجال. خبرينا اليوم هدول المراكز شو عم بيقدموا خدمات لهذا الطفل ولا للأهل؟ المراكز الاختصاصية اللي بتستقبل أطفال التوحد، صعوبات تعلم أو تأخر النطق، هي مراكز صارت كتيرة بالبلد. صح. ولكن كل مركز له نظامه أو له طريقته بالعمل. فنحن كمركز أطفال توحد فعم نقدم خدمات خاصة لهي الفئة من الأطفال. نستقبل أطفال بأعمار محددة حسب نظام معين ضمن دوام صباحي أو بعد الظهر. هلق شو الحالات اللي بنستقبلها؟ نحن بنستقبل مثل ما خبرتكم أطفال التوحد، ولكن كيف بنستقبل الأطفال أو شو الطريقة أو الآلية اللي ممكن نستخدم فيها أطفالنا؟ نحن بنعمل اختبارات تقييم مهارات لأطفالنا، بنحاول نشوف هذا الطفل شو ممكن نحن نقدم له بالمركز، شيء جديد له ضمن الخطط العلاجية اللي بنقترحها، ضمن الجلسات الفردية اللي ممكن إنه تساعده بخطته العلاجية. كمان نحن عم نضوي كثير على الانشطه اللي ممكن تخدم الطفل وتساعد على انه تنمي وهبه كمان بالمركز. تمام. حكينا عن اطفال التوحد، خلينا ننتقل للاطفال يلي بيعانوا من مشكله تاخر النطق. ايمتى بنقول انه الطفل تاخر بالحكي؟ باي عمر انه لازم يبلش يحكي؟ هلا نحن دائما بيجينا حالات قبل 3 سنوات، فنحن بنخبرهم لحد 3 سنوات في مخزون معين من المفردات اللغويه للاطفال. هلا انا ما فيني جاوبك بكثير طريقه اختصاصيه من اداريه، رح جاوبك من ناحيه اداريه حسب نحن تقييماتنا. حسب تقييماتنا نحن بنستقبل اعمار بالسنتين، ولكن ما بنعطي تشخيص نهائي لبعد 3 سنوات حسب الاختصاصيين شو هن بيشوفوا. نعم. خلينا نحكي هاي عن الأنشطة الخارجية للمراكز، إن كان بالأشغال اليدوية، شو اليوم الهدف منها؟ تمام. نحن لاحظنا من خلال شغلنا وخلال الفترة الطويلة اللي اشتغلنا فيها مع هدول الفئة المعينة من الأطفال، هن كتير فئة حساسة وكتير بحاجة لمثيرات خارجية لحتى هن يقدروا يطالعوا المكنونات اللي عندهم، مواهبهم اللي عندهم إياها، حتى معلوماتهم حتى لا تطلع أو لحتى يخرجوها بطريقة صحيحة، فهن بحاجة لمثيرات خارجية. هاي المثيرات الخارجية نحن بنعتمدها على المكان، لون، يعني نقول لون. هلا نحن بنعتمد اكثر شيء على مكونات الطبيعه، هي المكونات الحقيقيه، يعني الصفه اللي ممكن يكتسبها بالمركز عن طريقه مهارات تدريبيه من خلال بطاقات تعريفيه او من خلال مثلا صور معينه، نحن بنطالعه على الطبيعه لحتى يكتشفها بشكل حقيقي وملموس. عملنا نشاطات كثيره، نشاطات طبعا بتخدم الخطه العلاجيه للطفل. اهم النشاطات اللي عملناها هي نشاط ملعب كره القدم. اول شيء كسرنا الروتين المركز، القاعات التدريبيه، طلعنا نحن واطفالنا على ملعب كره القدم. قد ايه الاعمار اليوم؟ اعمارنا نحن حاليا عم ناخذها من 3 لل 10 سنوات، 11 سنه. استهدفنا شوي الاعمار الكبيره اكثر، لانه العمر بس الطفل يتخطى عمر 7 سنوات بصير بحاجه، لانه بصير في عنده طاقه فبحاجه ليفرغها. كيف بده يفرغ هاي الطاقه؟ من خلال هاي الانشطه الخارجيه، العاب كره القدم، التدريبات اللي ممكن تفيده لبعدين وتساعده بتنميه كمان مهاراته الحركيه. طلعنا على مزرعه الخيل، على نادي الفروسيه كمان، هيك خلينا الاطفال يستكشفوا يشوفوا الخيل هيك بصوره حقيقيه. كانت ردات الفعل كثير حلوه، في اطفال خافت، في اطفال كثير انبسطت، في اطفال كثير تفاعلت بالنشاط. طبعا احنا عم ننظم هاي الانشطه بشكل دوري لحتى نطلع نحن اطفالنا، يعني احنا مثلا كل اسبوع في عندنا فريق معين من الاطفال بيطلع، عندنا كل اسبوع ثاني ممكن مجموعه معينه اللي هن تقبلوا فكره الخيل او فكره الحيوانات الاليفه اللي بنقول عنها اليفه يعني او غير المالوفه يمكن بحياتنا الواقعيه. فقسمناهم على دفعات وحاسين انه هن مبسوطين، يعني ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نحكي عن فكرة هي المراكز التخصصية. شو الشيء اللي بتقدمه للطفل اللي عنده هي المشكلة وما بيقدم له المعالج بينما يكون هو لحاله يعني مخصص له؟
ممكن تعيد السؤال؟ عم اقول انه المراكز هاي التخصصيه شو الخدمات يلي بتقدمها؟ عندها فكره للهدف مثلا من الدمج، انه تدمج هذا الطفل اللي بيعاني من تاخر النطق او التوحد مع الاطفال الثانيين؟ بتقدم ميزات معينه اكثر من ميزه انه هذا الطفل اللي عنده هاي المشكله يكون في معالج بس عم يجي لعنده على البيت او ممكن مخصص له؟ تمام. نعم. هلا بطريقه ما هي بتخدم الاطفال من ناحيه التواصل الاجتماعي، يعني انت بدل ما الطفل بياخذ جلسه فرديه ضمن نظام محدد، هو عم بيكون ضمن مجموعه اطفال، مو بس مجموعه اطفال عم يتلقوا التدريب بشكل روتيني، هن عم في انشطه مخصصه للاطفال، يعني في انشطه اشغال يدويه، تدريب مهني، انشطه خارجيه، حفلات، فعاليات، كلياتها هي للاطفال، خصصت لهي الفئه معينه من الاطفال، يعني الطفل رح يلاقي حاله بمكانه المناسب ضمن الاطفال اللي بيناسبوه اللي بيشبهوه غير مختلف تماما، ونحن مع فكره الدمج ولكن تكون مدروسه اكثر، فنحن عم نشتغل على فكره الدمج بطريقه ثانيه، انه نحن في مركزنا، مركز ملائكه الجنه، عندنا صفوف متابعه دراسيه، اطفال ما عندهم اي مشاكل، فنحن بنحاول الاطفال اللي نحن بنحسهم صاروا قابلين للدمج عم نستقبلهم بدوام بعد الظهر لحتى ندمجهم تحت اشرافنا وبالطريقه اللي نحن بنلاقيها مناسبه، ما فينا نطالع الطفل بشكل مفاجئ على المدرسه او على الشارع ونقول له يلا ندمج، لا نحن بدنا ندمجه تحت اشرافنا لحتى نعرف الطفل شو عم يشتغل. اليوم دور المراكز اكيد كثير مهم، طفل بده حدا من عمره، هي اول شيء بده حدا بيشبهه، بده حدا يعني يقدر يتشارك معه، يحاول ما يتعرض، ما يتنمر عليه تماما، فاليوم دوره كثير مهم هذا الاختلاط بين بعضه، نتعرفوا على بعض اكثر. خلينا نحكي، حكيتي حضرتك انه كان في فعاليات وعندكم حفلات، كم نهار كان في عيد الام، يعني ينعاد على الجميع اكيد ان شاء الله، ينعاد على جميع الامهات بخير وسلامه يا رب. هلق نحن مو بس اشتغلنا مع الأطفال أو تخصصنا وتوجهنا للأطفال، كمان كانت تكون حفل خيري الأم اللي هي حكينا كتير، وقد ما حكينا ما بنوافيها حقها أكيد، وبس أم طفل ذوي احتياج خاص هي الأم بهذا اليوم، حبينا نحن هيك يكون شيء خاص لها، هي صبرين، هي هذه الأم بالضبط، يعني صبر عندها مضاعف، حمل كتير طبعاً كبير طبعاً صبر مضاعف، فكان حفلنا موجه ل أمنا الغالية، فعملنا حفل خيري، كان في فقرات فنية، كان في فقرات من الأطفال، كان في كتير جهات اجت شاركت بشكل خيري وإنساني، وكتير هيك عن جد نجحت الحفل، بحب هيك وجه لها التحية. شاركوا الأطفال موجودين؟ طبعا أطفالنا كان في لهم فقرات أساسية، كان في عندنا شعر، في عندنا غناء، كان في عندنا فقرات رقص شعبي، في مسرح، فكان الأطفال كتير متفاعلين ومبسوطين، إجانا تعليقات كتير حلوة انه هدول الاطفال كانوا بمكانهم الصحيح ضمن الناس اللي كلها بتحبهم بتشجعهم مبسوطه فيهم، ما حسوا حالهم غريبين او بمكان مانو لهم، هذا المكان لهم مع امهاتهم، احتفلوا بامهم على طريقتهم الخاصه، وكانت يمكن او اكيد بتوقع انا انه تكون معايده كثير حلوه لكل ام كانت شبعنا بهذا الحفل. اكيد تنبسط الام وقت بتشوف طفله يلي عنده هاي المشكله اليوم عم يقدر يدخل المجتمع ويعرف انه اليوم مثلا عيد ام، اليوم بدي عيد امي، طبعا هي كلياتها فرحتك حتكون كبيره، هي معايده يمكن بالضبط، هي معايده، وكمان خلينا شوي ما نبعد كثير عن هي كمان مفاهيم للاطفال، يعني احنا بهذا اليوم بنحاول نوضح للطفل بطريقه هيك مباشره انه هذا عيد الام، هو هذا الاحتفال للام، كيف طريقه المعايده، شو بده يقول لامه، نوجهه كيف ممكن يقدم الهديه، لحتى نحاول نرسخ المفاهيم الاجتماعيه كمان للطفل. اكيد الطفل يلي بيعاني من موضوع التوحد بيكون له عالمه الخاص، وبالضرورة يكون في كوادر مؤهلة تقدر تتعامل معه أكيد. خلينا نحكي عن هاي النقطة يلي بيتم العمل عليها بالمراكز التخصصية لتأهيل الكوادر. تمام. هلق أكيد نحن كدورنا كمراكز مختصة لازم يكون في عنا دور معين بنشر الثقافة تقبل المجتمع للأطفال، وحتى تأهيل كوادر خاصة، مع أنه نحن من خبرتنا وطريقة تعاملنا الطويلة مع الأطفال عندنا كوادر مختصة، عندنا مشرفين معينين ممكن يعملوا دورات تدريبية اختصاصية، طبعا في الاختصاصية ميسم حصري بحب وجه لها تحية، هي اللي عم تعمل هاي الدورات التدريبية، دائما بنضوي بدوراتنا على طريقة التعامل مع الأطفال، على أهمية الدراسات الحديثة، أهمية الدراسات القديمة، كيف نشتغل مع الأطفال، يعني لازم نكون بهاي الدورة نحن تكون تخصصية، منحاول نعطي المتدرب اللي جاي يتلقي هاي الدورة هو ممكن طالب جامعة أو ممكن تكون أم، وأنا عم بشوف الأمهات أمهات الأطفال أكثر إقبال على هاي الدورة لأنه هن بحاجة لأنه يستفيدوا أو يشتغلوا مع طفلهم بالبيت، إحنا عم نشتغل بالمركز بوقت معين ولكن الشغل الباقي هو للأم،
فنحن بدوراتنا التدريبيه عم نتوجه للطلاب، نتوجه للامهات لحتى نحاول ناهل كوادر قادره وتكون فعلا قادره على انها تشتغل مع اطفال ذوي احتياجات الخاصه. حكيتي عن دعم الاهل والامهات، اليوم ضمن المراكز بشكل عام في عندنا نحن حالات متقدمه، في عندنا حالات يعني قدرنا نعمل فيها شيء من خطوات النجاح بمرحله التعافي، هذا الشيء يمكن له اسباب اكيد، يعني يمكن تاخر بكشف المرض كثير له دور كثير مهم، يعني كل ما كان الكشف مبكر بيكون نسبه الشفاء اكثر، اول شيء التوحد في شفاء منه 100%؟ هلأ. في دراسات يعني ما لهلا عم نشوف دراسات انه ممكن بس بحالات كثير قليله. هلا دراسات كثيره وكل يوم بيطلع دراسه جديده ونحن كواجبنا كمراكز مختصه نكون مواكبين اهم الدراسات، ولكن انه علاج شافي لاطفال التوحد لحد الان ما طلعت حاله تم شفاء 100%؟ بالضبط، يعني نحن دائما بده يكون حاطين نسبه العلاج من 75 ل 80%. في عندنا اطفال اندمجت، في عندنا اطفال انخرطت بالمجتمع، في عندنا اطفال صار مستواها التعليمي كثير منيح ومتقدمه وماشي طبيعي جدا. هذا دليل على المتابعه والتدريب. أكيد. اليوم قد ايه دور الاهل مهم هاي الفكره اللي عندهم طفل ذو احتياجات لازم ناكد عليها، انه نحن كمراكز عم نستقبل الاطفال، فنحن بنحاول دائما الام نقول لها دائما لازم انت تتقبلي حاله طفلك، لازم تكوني انت عارفانه شو وضع طفلك بالضبط، كل ما اكتشفتي ابكر وكل ما اعترفتي بالمشكله بوقت ابكر كل ما ساعدتي على هذا الطفل انه يتقدم. اما بيجيني طفل عمره سنتين ونص او ثلاث سنوات وعليه اعراض او فينا نقول اعراض بسيطه من التوحد او من الاضطرابات الثانيه، غير ما بيجيني طفل عمره 8 سنين تكتملي عنده الاعراض ومانه مشغول معه ومانه مدرب، فهذا بيكون الطريقه معه اصعب. فالأم كمان عليها المسؤولية أكبر على أنه تتقبل، ما تكون خجلانة من حالة طفلة، ولازم تبلش معه شغل بوقت مبكر حتى يقدر يوصل لمرحلة الدمج أو العلاج بوقت مناسب بالنسبة لعمره. هاي نقطة كثير مهمة أكيد. صحيحة، بهيك حالات دائما بيكون للأم الدور الأكبر بتقبل هاي الحالة وحتى دمجها ومساعدتها. بدنا نشكرك كثير دعاء على كل المعلومات اللي قدمتي لنا أهلا اليوم. الله يخليكم يا رب، وشكرا كثير لكم على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا، شرفتينا.